وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية مواصلة العمل على تنفيذ برنامج النمو الاقتصادي المستدام وتحسين الوضع الاقتصادي بما يساهم في تحقيق التنمية وينعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين مع الارتقاء بمختلف جوانب معيشتهم. جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حيث صعد الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية واستعدادات الحكومة لبداية العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات وتوفير السلع الغذائية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة. تطرق الاجتماع إلى التطورات المتعلقة بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتابع الرئيس خلال هذا الاجتماع الأداء الاقتصادي للدولة.